كل هذه التفاصيل في الفترة المسائية، أما الفترة الصباحية التي على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقتها، وبدأ الصراع وبدأ النزاع وبدأت الانطلاقة، وبدأ متابعين الكرام معركة البحث عن النوماس بالشوط الرئيس الأول. الله على الشعارات، الشعارات التي بدأت في هذه اللحظات باحثة عن المراكز الأولى. أتقدم حضراتكم للتعرف على الأسماء المتقدمة. يتقدم مع شوده، يتقدم في هذه اللحظات هنالك من تحمل الرقم 3 ألا وهي الرياضية. الرياضية متقدمة مع المركز الأول، ناصر بن حمد بن ناصر الكربي محتل للمركز الأول. ولكن هنا التغيير، هنا التغيير في هذه اللحظات من خلال تقدم التماس. التماس يا بن بيشان، التماس يقدم لنا التماس، وهذا الاسم الرنان وهذا الاسم القدير. التماس هي أول من خطفت رموز مهرجان ولي العهد الأمين حفظه الله عندما تقدمت بالشعار الأحمر التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملوك لمؤسسة حجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من قدم التماس كأول الأسماء الخاطفة للرموز. يأتي حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مالك الساعي مقدما لنا التماس. المركز الثاني، انتقل مع المركز الثاني وإلى الفاتنة. الفاتنة 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 بالجمال، الفاتنة بالدلال، الفاتنة بهذا الشعار الجميل الخاص بشاعرنا وشاعر المليون محمد بن حمد بن فطيس المري، من يقدم لنا الفاتنة بجمالها، الفاتنة بدلالها، من قدم مغامراته على الخط الساخن على الخط النار بالمشتريات بالدعم لهذه العزبة الخاصة لمحمد بن حمد بن فطيس المري. انتقل الى المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وشعارك يا بن شافي، مرحبا بك يا مالك أبها، محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يقدم لنا أبها. ولكن الانضمام من اليمامة، من اليمامة، اليمامة القادمة بكل قوة، محمد بن علي بن ربيع العجمي مقدما لليمامة. هكذا متابعينا في كل مكان، الأربع المراكز الأولى التي تنافست بكل قوة انطلقت نحو الصدارة، بينما المركز الخامس الشايبة، أيضا الشايبة هنالك فهيد بن محمد بن بيشان العجمي. الله يا أبو فهيد، الله يا بن بيشان يا العجمي، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول وإلى التماس، إلى التماس والفاتنة، إلى بن بيشان، إلى بن فطيس، بن فطيس، بن بيشان. الله يا بن بيشان، يا بن بيشان، ولكن بن فطيس، بن فطيس، بن فطيس، وكأنه يردد ويغازل الصدارة بأبياته الرنانة، ما أرضى شريك لي ولو في قلبين، ولو في قلبين، بأبياته بن فطيس. هذا المري يتقدم، مري 34 يحمل هذا الاسم على شعاره، وتابع وراقبه شعاره عليه 34 ختم الرسمي، ختم الرسمي لمحمد بن حمد بن فطيس، والفاتنة تحمل الرقم 34. ولكن اليمامة، 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 محمد بن علي بن ربيع العجمي غير واحتل المركز الأول وانطلق بكل قوة. وكذلك القدوم من غزلان وشعارك يا بن بتلة، علي بن راشد بن بتلة
المري قادم بكل قوة، ولكن العجمي العجمي بالربيع بالربيع غادر بالانتصار، غادر بالنماز، غادر بالفوز، غادر مع السلام مع التحية. صبحهم صباح العجمي، صبحهم صباح العجمي. إن لم يكن من بتلة رأي آخر، الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة بن بتلة بن بتلة بن بتلة عاد من جديد، عاد من جديد ليقدم لنا غزلان مع المركز الأول. غزلان يا بن بتلة غزلان، علي بن راشد بن بتلة المري خاطفا للانتصار، خاطفا للنقطة الأولى، وعاد بالربيع، عاد بالربيع، عاد العجمي بكل قوة، عاد بشعاره، عاد بإنجازاته، عاد بتاريخه. ما بين بن بتلة، ما بين بالربيع، بالربيع بن بتلة، بن بتلة بالربيع. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، يا بابا 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 با. غزلان واليمامة، اليمامة وغزلان، ولكن غزلان يا بن بتلة غزلان، غزلان لعلي بن راشد بن بتلة المري خاطفة الانتصار الأول والشوط الرئيسي الأول. المركز الثاني، وصلت معنا اليمامة خاطفة للمركز الثاني، وقدم اليمامة محمد بن علي بن ربيع العجمي المركز الثالث. شعار بالراية مع المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات من خلال تقديم صاحبة المركز الثالث شعار بالراية، وهنا ألا وهي المملكة لعلي بن راكب سعيد بالراية المري. وهنا 6 دقائق 13 ثانية و74 جزء من الثانية، التوقيت الزمني لغزلان صاحبة المركز الأول. تهانينا لعلي بن راشد بن بتلة المري المركز الثاني. 6 دقائق 14 ثانية و14 جزء من الثانية، صاحبة المركز الثاني تحمل الرقم 6 ألا وهي اليمامة لمحمد بن علي بن ربيع العجمي صاحبة المركز الثاني. 6 وليس 16، نعم صاحبة المركز الثاني، من تحمل رقم 16 في الكشوفات كما واضح سيب بن سعد بن عامر اليامي، ولكن الفائزة بالمركز الثاني صاحبة الرقم 6 اليمامة لمحمد بن علي بن ربيع العجمي من خلال تقديم شعاره. المركز الثالث 6 دقائق 19 ثانية 77 جزء من الثانية، المملكة وممثلا للمملكة علي بن راشد بن رايح المري. المركز الرابع كان الوصول بتوقيت زمن مقدار 6 دقائق 20 ثانية وعشرين جزء من الثانية. السلام يا سلام على الأرقام الرياضية لناصر بن حمد بن ناصر الكربي. وخامسا 6 دقائق 21 و69 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الخامس ألا وهي براقة لبندر بن محمد بن زومان الهاجري. الخمس المراكز الأولى هي الفائزة معنا في هذا اليوم. أعلننا النتيجة النهائية لهم وللتوقيت الزمنية والفائزين للعشر المراكز. جوال